هو كان قاعد يبغى يصرخ، يبغى احد ينتبه له. كل ما يبغى يصرخ السلام عليكم، كيفكم يا متابعين المسبح؟ اول ما اقول مسبح احس انتعاش، استرخاء، سعاده. انا لما ما اقدر انام اتخيل اني نايمه في المسبح، احس براحه واسترخاء مو طبيعي. في هذا الفيديو راح نحكي لكم قصصنا مع المسابح، ويلا نبدا. طبعا واحنا صغار كنا مره خوافين، نخاف من الغريب ونقعد طول وقتنا بالعوامه. ولكن اتذكر بنات صاحبه ماما كانوا مره متهونين، يروحوا الغريق وما عندهم فكره. يعني تخيلوا يروحوا الغريق وهم ما يعرفوا يسبحوا. امهم تقول لهم لا اشوف واحده تروح الغريق، هنا مكانكم، لو واحدة غرقت ما بقدر أساعدها، ترى ما أعرف أسبح ولا شيء. هم طيب، وبمجرد ما أمهم تعطيهم ظهرها على طول يروحوا الغريق. بنتي ها تعال تعالي، أنا إيش كاين لك؟ في واحدة كانت تعرف تسبح طلعت. كم مرة أقول لك ما تروح الغريق؟ بنتي ها وعاد أمهم تعطيهم من اللي فيه نصيب. بس أبشركم أنا لسه قريب متعلم السباحة ومرة فرحانة. أحس عشان تتعلم السباحة يبغالك تشيل الخوف وبتقدر تتعلم. أنا من زمان وأنا نفسي أتعلم السباحة، فكنا كل شوية نطلب من بابا إنه يعلمنا. فبعد محاولات أخيرا وافق، لكن قال لا، إذا تبغوا تتعلموا لازم تتعلموا في الغريق. وهنا إحنا خفنا مرة، قلنا يا ريتنا ما طلبنا منه يعلمنا من البداية. وسألنا ها تبغوا تتعلموا ولا بتخافوا؟ لا عادي أصلا مرة ما يخوف. وإحنا خايفين نحس إننا رايحين للتهلكة. قال أول شي برميكم في الغريق وانتوا حاولوا تسبحوا عشان تشيلوا رهبة الخوف. انا معاكم لا تخاف، ما بخليكم تغرب. هو زاد الخوف ما شالوا، خلاص بدأ يرمينا بالترتيب. طبعا انا اول واحدة، بعدها توتي وميمي ودحموني، وجا دوري. انا بموت من الخوف، وعلى اخر لحظة قلت خلاص خلاص ما ابغى اتعلم السباحة. مسكني ورماني في الموية وانا حاسة اني بموت، وأحاول أخذ نفس ومني كاترة، أحس إني قاعدة أغرق. وبابا مسكني وطلعني، بس لحظتها والله حسيت برعب. وجاء دوري وأنا خايفة وأقول لبابا خلاص خلاص والله ما أبغى أتعلم، خلاص يا بابا الله يخليك. وهو يقول لي ما بتتعلم بذي الطريقة، زي ما رميت أختك حرميكي، لازم تواجهي خوفك ورماني. وأنا أكلم دحموني وأقول والله إنهم خوافين، مرة أحس الموضوع بسيط، يعني بابا يساعدهم ليش يخافوا؟ وتوجي قاعدة تغرق وتتبهدل، وأنا أقول لدحموني شوف شوف الخوافة بالله، ودحموني خايف وما يبغى يبين إنه خايف ويسوي إنه قوي، قال لك إنه مأيدها. وجاء دوري، فجأة أنفجر وأبكي، والله ما ترميني، والله ما أنزل. والله ما ابغى اسبح زيك زي اخواتي، وانا اقول لا 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 لا. هوب رماها في المسبح. بابا ساعدني بموت. ودحموني مصدوم منها وخايف لانه دوره جاي، يعني الهياط اللي من اول تهايطه فين راح؟ وبابا شاله ورماه في المسبح وهو خايف وفيها البكية، بس ماسك قاعد يحافر في الغريق. شوية بابا شاله وطلع من المسبح، ودحمون نزل وطلع، وميمي لسه تبكي، وعاد استلمها. ميمي تقول اصلا عادي بابا بيشيلهم ليش يخافون، وانا زعلانه دلع. مره رحنا الصراحه وكان فيها مسبح مره يجنن، بس كل ام كلور، يعني نفسي افهم ليش كثروا الكلور، ليش كيف هنسبح يعني؟ اول ما حطيت رجلي في الموية حسيت بحرقان، قلت لبابا خلاص خلاص طلعيني. من جد يحرق. اتذكر ذاك اليوم كان اكثر يوم كنا قاعدين برا المسبح نتامل جماله، ونقول لماما عادي يا ماما ندخل المسبح بس شوية،
بعدين كم مرة أقول لكم ممنوع؟ يا أخي ليش الحارس كثر كلور؟ هل قد جربتوا إنكم تنحرقوا من الكلور ولا لا؟ وفي مرة كمان رحنا استراحة، أما ذي الاستراحة فكان مسبحها من جد كبير. أخوي دحموني كان لابس عوامة ورايح جهة الغريق، ما كان في أحد هناك، ولأنه العوامة كانت كبيرة طاح منها لجوة الموية، والعوامة راحت وهو كان قاعد يبغى يصرخ يبغى أحد ينتبه له، كل ما يبغى يصرخ لاقى كم موية مع الكلور. فتورط مو عارف ايش يسوي، فسبح حرفيا سبح، هو ما يعرف يسبح لكن مع الخوف سبح، حاول يجي لعندنا يقرب، كان مسبح كبير، لما خلاص قرب مره مننا انتبهنا له ومسكناه، وقعد يبكي من الرعب اللي شافه، كان بيموت بس ربي ستر، لكن الحمد لله انه هذا الموضوع ما سوى له عقده، بالعكس صار يبغى يتعلم السباحه عشان ما يغرق مره ثانيه، والحين الحمد لله صار يعرف يسبح. ومع انه صغير الى انه يسبقنا كلنا ويروح ويرجع بدون خوف، انه خلاص واجه خوفه ونجح، هذا شيء مره جيد بالنسبه لعمره. انا طول لسه دوبنا متعلمين السباحه، وهو تعلم السباحه في عمر صغير ما شاء الله عليه. والحين راح احكي لكم اغرب موقف صار لنا في المسبح، يعني شيء خارق للطبيعه. مره كنا كل العائله قاعدين نسبح وماما كانت تسبح معانا، ماما قالت لنا ايش هذا، احس اني مره مرتاحه في السباحه، كانت في الغريق والمويه وصلت لها لهنا وكلنا بس وجهنا طالع، وهي الوحيده اللي المويه وصلت لها لهنا. ماما تقول ما يحتاج تحرك بسرعه، بس كذا بشويش وعادي. اسوي حركه ماما واغرق جوه المويه، ماما ايش ذا انت قاعد تغرقيني، لا والله مره سهله بس كذا. ورينا الحركه بابا، بابا طلع حتى ما يعرف ومستغرب يعني كيف كذا، ما ضبطت مع اي احد فينا، كل ما سوينا ندخل جوا المويه وادخل جوا المويه عشان اشوف رجل ماما، اشوفها تتحرك مره حركه بسيطه، فقلنا لماما خلاص وقف رجلك نبغى نشوف ايش يصير، قالت انا موقفتها اصلا، مستحيل والله العظيم كيف قاعد اطفو، ونزلت اشوف رجلها وكانت واقفه. بابا والله رجولها واقفه ما تتحرك، بالله من جد ولا تستهبلون، والله بابا نزل وشاف رجلها كانت واقفه من جد، كيف واقفه في المويه من غير شيء، يعني كيف كذا بدون ما تسوي اي حركه كذا طافيه فوق المويه، حرفيا طافيه من غير اي شيء. انا معايا الام الخارقه. بعدين بابا قال لنا انه سمع عن رجل الفلين يطفو العم عادل الكليب فوق سطح الماء، طلعت ماما المراه الفلينيه تدخل موسوعه جينيس. بابا ذاك اليوم تكتشف قدرة الطفو على الماء، طلعت لا حركة ولا غيره كذا من عند ربي تقدر تطفو. الله يهديك يا ماما، تغرقت كثير على الطفو والله. بعدين بدأت انقهر، حسنا انا اتعب واحرق جسمي كله عشان اطفو، وماما مروقة تقول مساكين احسكم تعبانين انا مريحة على الاخر. بصراحة يعني كان شيء عجيب من جد، اول شيء كانت تدور وتلعب، بعدين فجأة لقينا خلاص صارت فوق الموية، امزح مو للدرجة يعني. بعدين قالت لنا بنات تبغون الحقيقة، أصلا أمكم حورية. قهر يا جماعة، إذا بابا كذا ليه الوحدة مننا طلعت زيها؟ بس كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وشيروا الفيديو، واكتبوا لنا في التعليقات مواقف حصلت لكم في المسبح، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.